حياكم الله أحبتي المشاهدين. تعتبر من أكثر الصفحات الخالدة في سجل التاريخ البشري، واللي هي توثق الهوية الوطنية والقيم الحضارية، هو الإرث الإنساني. ومن أبرز تلك الموروثات هو الحرف والصناعات اليدوية. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش موضوع الحرف والصناعات اليدوية في العراق، وليش لا ما يكون هناك اهتمام من قبل الجهات الرسمية لإحياء هذه الحرف، واللي تعتبر هي هوية وطنية وتعتبر تاريخ العراق. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. تعتبر المهن اليدوية والحرف التراثية جزءاً هاماً من التاريخ والحضارة العراقية القديمة، والتي استمرت على أيدي الأحفاد المحافظين عليها من الاندثار والمساهمين في نقلها إلى التاريخ المعاصر الحديث، لتبقى هذه المنتجات شاهداً حياً على بداية الحضارة وتطور الحرف والصناعات، ودليلاً على انطلاقة الإنسان في الإبداع والابتكار. والحرف اليدوية أو الصناعات اليدوية من أهم العادات التي تميزت بها الشعوب، وتميزت كل دولة بحرفة تختلف عن الأخرى، وهي تعتبر إحدى وسائل كسب الرزق في ذلك الزمن. لكن بدخول الآلات الحديثة في عصر النهضة وإنتاجها كل ما هو جيد وجديد، أدت بتلك الصناعات التقليدية إلى الانحسار والانكماش والاندثار شيئا فشيئا، والنتيجة ترك العديد من أصحاب المهن اليدوية عملهم بسبب عدم الاهتمام بها. وحسب مختصين، لابد من تكثيف الجهود للفت الانتباه المحلي والإقليمي والدولي إلى أهمية قطاع الحرف اليدوية كإشعاع حضاري إنساني، ودعم الحرف اليدوية من خلال تنظيم معارض للصناعات اليدوية والفلكلورية، والتي تستهدف جذب الاهتمام الإعلامي والاجتماعي إلى المنتجات الحرفية وتسويقها. طبعا ساد في العراق مهن وحرف شعبية كثيرة يعود أغلبها إلى العصر العباسي وإلى القرن الرابع هجري، وهذه الحرف وهذه الصناعات الشعبية بدأ يتوارثها جيل بعد جيل إلى وصولنا للجيل الحالي. لكن هذه الحرف بعضها اندثر، بعضها باقي من الجزء قليل، وبعضها دي صارع من أجل بقاء، يعني مستقبلا أنه هو راح يندثر وراح يختفي. من أبرز هذه الأمور اللي أو هذه الحرف والمهن الشعبية اللي كان يتميز بها العراق هي المقرنصات. المقرنصات هو يعني كان يتميز به العراق، يستخدم في البناء، هو من نوع الطراز البغدادي والبناء البغدادي القديم اللي كان يستخدم بالنقوش، وأنه يكون هناك نقوش معينة ترسم وتزغرف بها البيوت. بالتالي الآن نلاحظ أنه أغلب يعني ما يفضل بناء بيته على طراز البغداد القديم، أغلب اتجه إلى الحداثة وإلى التصميم، يكون بتصاميم معينة وتكون هي يعني مع التطور الحالي. من نجي نسألهم يابا أنه خلنا يعني بيتك يكون على طرازك القديم أو على بغداد، وهذا يعني تاريخ وكذا تفاصيل، يقول لك أشياء قديمة هذه ما بالحاجة إلها، إحنا الآن مع التطور مع التكنولوجيا ومع هذه التصاميم والمهندسين، ونلاحظ أنه الآن يعني موديل مثلا يكون السمبل وتفاصيل كثيرة. لكن إحنا وين نريد ندقق على نقطة جدا مهمة؟ بغداد تتميز ببيوت تراثية قديمة، نقدر أنه نستفاد من أصحاب هذه المهن اللي كانوا يتميزون بها كمثل مقرنصات، أنه تقدر أمانة بغداد والجهات الرسمية أنه تساعدهم بالممكن، مثلا أنه هناك مناطق وهناك بيوت تراثية قديمة تتميز بها بغداد، كالكاظمية، كالرادة، العظمية، قبر معظم، هذه المناطق هي جدا تراثية وبها بيوت تراثية تحتاج انه هذه البيوت انه نعيد صيانتها. ليش؟ لان اغلبها اصبحت هي يعني عبارة عن خرابة، يعني انه احنا نعرف
السياح عندما يجون إلى العراق وعندما يزورون تحديدا بغداد يحبون يتعرفون على بغداد وعلى يعني أفرعها وشوارعها القديمة، يحبون يعرفون هذا الطراز البيت شنو تصميمه، تفاصيل كثيرة. عندما يجون يشوفون عبارة عن خراب، يعني احنا نعرف كل دول العالم تهتم بأرثها وتهتم ببيوتها القديمة اللي يعني تعبر عن هويتها، بالتالي محتاجين انه الجهات الرسمية والحكومية مثل ما يكون هناك يعني حقيقة الحكومة الحالية اكو اهتمام بالشوارع، اهتمام يعني احيائها وبعض الامور اللي تعمل عليها، وحقيقة انه هذه الامور هي ملموسة. نتمنى انه يكون هناك التفاتة لهذا الجانب من ناحية البيوت والشوارع القديمة، انه نقدر انه نحييها، نعيد صيانتها، نعيد هيكلتها، بالتالي ونحافظ على هويتها وشكلها، حتى عند ما اي شخص وعندما نشوف أن حتى أطفالنا عندما يجون يشوفون يعتبرون أنه بيت خرابة، بس ما يعرفون شنو هذا البيت وشنو ليش هو خرابة بداخل منطقة سكنية وكلها بيوت حديثة وهذا عبارة عن أنه هيكل منتهي. لازم أنه إحنا نجدده ونعرفه أنه هذا هويتنا وهذا تاريخنا وهذه كانت قبل يتميزون بهذا الفن من البناء وتفاصيل كثيرة. طبعاً بغداد تتميز بحرف وصناعات ومهن شعبية كثيرة، يعني كان في السابق أنه هي توفر كل احتياجات المواطن البسيطة. عندما كان يأتون السواح إلى بغداد وإلى العراق يحاولون أن يزورون أسواق بغداد، وهذه الأسواق اللي تكون هي تراثية تحتوي على أشياء صنع يدوي وتعبر عن تاريخ العراق، يحاولون أن يقتنون بعض الأشياء المهمة والمميزة عندما يرجعون إلى بلدهم، أنهم جابوا شيء من العراق ومن تاريخه، مثلا أسد بابل، زقورة، ملوية سامراء، تفاصيل كثيرة كان يتميز بها العراق. لكن الآن نلاحظ أن هذه الأمور بدأت نوعا ما تختفي يوم بعد يوم، ما موجود لها أي أثر، بالتالي بسبب وجود الحاجات المستوردة الكثيرة اللي غزت العالم، هذه الأشياء المستوردة والرسومات والمنحوتات وتفاصيل كثيرة اللي هي تكون صناعية واللي تكون بمكان معينة، مو هذا الشغل اليدوي اللي هو اللي بيه فن واللي إحساس، يعني إنه هذا يعني مشغول بكل حب، وانه عندما يعرض وانه اي شخص يقتنيه فعلا انه تحفه فنيه وموجوده ببيته. لكن للاسف هذه الامور وهذه الامور المستورده بدات تقضي على هذا الروح وهذا الفن. عندما ناتي نسال اي شخص يقول لك يا بس احنا وين والعالم وين، روحوا شوفوا العالم وين صار وشوفوا الاشياء الموجوده بالسوق واحنا نقعد ندور اشياء قديمه. لكن بعض الاصحاب يعني او يعني اصحاب الاعمار القديمه والكبيره ان هم يحاولون ويحبون يفضلوها ويحكون عنها بكل حب، انه شلون كانوا يروحون للسوق وشلون يشتروها، وعند ما يروحون من محافظه لمحافظه يحبون يزورون اسواقها التراثيه حتى يجيبون اشياء اولادهم وبيتهم. لكن للاسف نوعا ما هذه الامور بدات تكون هي ما موجوده. كثير من عندنا وكثير من الاشخاص اللي يمتهنون هذه المهنه او هذه الحرفه بداوا يتركوها، يقول لك ماكو اقبال عليها، ماكو اي اهتمام من اي جهه رسميه انه هي تحاول تاسس لنا نوعا ما سوق يكون ويرفدنا باشياء معينه حتى نقدر نحافظ على هويتنا ونحافظ على مهنتنا وحرفتنا اليدويه. نوعا ما اكو بنات، حتى بنات يحاولون انه يطرزون، ينقشون على الحجر، يرسمون. هذول الاشخاص من دا يحاول يستفاد منهم؟ دا يستفاد منهم هم بعض منظمات المجتمع المدني، عند ما يكون هناك مهرجان او عند ما يكون هناك فد مناسبه معينه يحاولون انه هم هذول الاشخاص اللي يتميزون بهذه الحرف يحاولون يجيبوهم لهذا المهرجان، وانه هؤلاء الاشخاص يحاولون يروجون منتجاتهم. يقول لك هذه امور، حتى الاشياء والمنحوتات اليدويه بدات تسمى بمسميات تختلف، انه هذه هاند ميد يعني صنع يدوي، وهذه يعني مشغول عليها ومتعوب عليها اكثر من الاشياء المصنوعه بمثل ما ذكرنا مكائن معينه. بالتالي فنشوف انه فرق تطوعيه ومنظمات تحاول انه هي تساعدهم بالممكن ويكونون موجودين. واغلب الزوار من المواطنين عندما ياتون الى اي مهرجان او الى اي هذه الامور والاحتفالات نشوف انه
اكو يفضلوها، واكو يقول لك والله هاي هاند ميد حتى تكون غاليه، يقول لك هذه هاند ميد وهاي حلوه وهذه يعني مصنوعه مو مثل الاشياء الصناعيه اللي هي تكون نوعا ما رديئه وتتكسر بسرعه. ايا كان ايا كان، سواء الكوب اللي مرسوم عليه او المكتوب اسم او الاشياء الفخاريه او المنقوشات او الملابس المطرزه او تفاصيل كثيره وكثيره. احنا للاسف شنو اللي ينقصنا؟ ينقصنا انه جيلنا الحالي ما عنده اي ثقافه عن تاريخ العراق والاشياء اللي يتميز بها من هذه الحرف وهذه المصنوعات. فالبعض يشوف انه هذا الشيء جدا حلو واو، انه هذا يعني حتى وان كان غالي. نشوف انه وسائل التواصل الاجتماعي ما يعرضون شيء معين كمنتج يقول لك والله هذا غالي لان هذا صنع يدوي، فنشوف الاغلبيه او البعض انه حاول يفضله ويشتري وان كان غالي، يقول لك والله هذا صنع يدوي، وين هسه نلقى هذا الاشياء اليدويه؟ لو كانت متوفره حتى وان كانت يعني بكثره موجوده راح نشوف حتى اسعارها تقل. هسه الاشياء اللي تكون صنع يدوي الان نادره، بالتالي دا يشوف انه هي ماكو لها اي اهتمام. نتمنى انه يكون من قبل وزاره الثقافه والسياحه الامانه بغداد انه يهتمون بهذه الفئه وهذه الشريحه، يحاولون يوفرون لهم الاشياء الممكنه اللي تساعدهم، يحاولون انه يجيبوهم باي مهرجانات ومعارض حتى يستفادون من عندهم، وبالتالي نعرف الاشخاص على هذه الحرف القديمه. فالسؤال هنا، هناك حرف كثيره طبعا، شنو أكثر الأشياء اللي بدأت تندثر واللي أخطار اللي بدأت تحدق بالصناعة اليدوية وأكثر المهن اللي تتشارف على الاندثار؟ شنو جواب احنا ياكم؟ راجعين. يؤسفنا جدا أنه الصناعات المحلية والشعبية بدأت تندثر في البلد في العراق، في حين أن هذه الصناعات هي متوارثة من الحضارة السومرية والبابلية والأكادية، وهذه الحضارة فيما يخص هذه الصناعات التي نتجت عن هذه الحضارات السبعة بدأت تندثر في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة. أولاً التطور العلمي الذي شهده العالم في مجال الصناعات، حيث غزت الصناعات السوق العراقية من قبل دول مختلفة، سواء كانت الصين أو دول أخرى، الدول الأوروبية الأخرى المنتجة لهذه الصناعات الشعبية، وتجدينها في الأسواق بأسعار زهيدة. في بغداد تحديدا لدينا أسواق تنتج هذه الصناعات مثل سوق الصفافير والصناعات الشعبية الأخرى التي تنتج من قبل أصحاب الحرف والمهن المختلفة، مثل صناعة التنور الطيني، مثل صناعة الحصيرة، مثل صناعة الحصران بشكل عام، صناعة الجريد من أشجار النخيل، وكذلك الصناعات الأخرى اللي لها علاقة بالفخار والصناعات الحياكة. الحياكة سواء كانت في بغداد أو في المحافظات، مثل صناعة الحياكة في مدينة الحي في محافظة واسط، أو الحياكة للسجاد والبسط وغيرها في مدينة الحمزة في مدينة الحلة ومدن أخرى مختلفة. هذه الصناعات بدأت تندثر بسبب التطور الصناعي الذي شهده العالم أولاً، وأصحاب الحرف والمهن غادروا هذه الحرف وعدم توارث هذه الحرف من قبل الأبناء لآبائهم ولأجدادهم، وبسبب عدم الإقبال عليها من ناحية، وبدأت تندثر هذه الصناعات في المجالات المختلفة الصناعات الشعبية. نادرا اليوم ما نجد هذه الصناعات موجودة إلا في محلات قليلة جدا، وهذه المحلات ما زالت محافظة على رونقها ومحافظة على إنتاجها، ولكن الإقبال عليها قليل جدا. نحن في العراق الآن لدينا هذا الموروث الموجود الشعبي، ولكن الدولة غير مهتمة به، وبالذات وزارة الثقافة والسياحة والآثار. الوزارة هي المعنية بهذا الشأن أن تقوم بعملية تنمية هذه الصناعات الشعبية، وقامت معارض لها، وقامت أسابيع ثقافية لها، وقامت أسواق تخص العمل السياحي، لكن للأسف الشديد الآن هي غير موجودة، بل هنالك صناعات قليلة وأغلبيتها مقلدة، وهذا التقليد يفقد رونقها الحقيقي. مقارنة هذه الصناعات الشعبية مقارنة بما موجود في الدول العربية، هنالك أماكن خاصة مثل خان الخليلي في القاهرة
مثل أسواق موجودة في الخليج العربي، يقومون بشراء هذه الأشياء المنتجة في العراق وعرضها في أسواقهم، ولكن إحنا غير مهتمين بهذا الموضوع. ندعو الدولة وندعو أصحاب الحرف بعملية الاستمرار بإنتاج هذه الصناعات الشعبية وهذه الصناعات التي تؤدي إلى ازدهار الحركة الخاصة بإنتاج هكذا منتجات تجعل من الزائرين ومن الأماكن يتبضعون من هذه البضاعة الموجودة في عدد كبير من هذه المحلات. أدعو كذلك وزارة الثقافة للاهتمام بأصحاب هذه الصناعات والحرف، بالاهتمام بهم ودعمهم وشراء هذه المنتجات منهم. للأسف كثير من أصحاب هذه الحرف وخاصة في سوق الصفافير والأسواق الأخرى غادروا هذه المهنة وأغلقوا أبواب محلاتهم، والأغلبية المتبقية هم قلة قليلة جدا يقومون بعملية إنتاج هذه الصناعات الشعبية. طبعا في العراق هناك مهن وحرف وصناعات شعبية متنوعة وكثيرة، وبسبب انه هناك كثير من المحافظات، كل محافظة تتميز بنوع حرفة معينة وبهوية معينة، يعني اشياء الشمال وحرف ومهن وصناعات الشعبية في الشمال تختلف عن الجنوب وتختلف عن الشرق وتختلف عن الغرب، وهذه الاختلافات جدا رائعة وممتعة، وهذا دليل على انه احنا نتميز بكثير من الامور الايجابية، وهذا مو مجرد هي حرفة او مهنة يدوية شعبية، انما هو يعبر عن يعني يتوارثها جيل من جيل وهو هويتنا. بالتالي انه الاشياء اللي يتميز بها العراق هي من ناحية على الحجر، وايضا مثلا على الرخام، حفر على الاخشاب، النقوشات مثل ما ذكرنا النقوشات البغدادية وهذه الامور، تطريز السلاسل، الحصران، الاشياء، البساط وغيرها من الامور. هاي الاشياء اللي كانت يعني جدا مميزة وممتعة، وكل محافظة لها هويتها، مثلا البصرة تتميز بناء معين، الديوانية، الناصرية، يعني بغداد، كل محافظة لها اشياءها الخاصة. ومثل ما ذكرنا عندما نروح من اي الى اي محافظة نحاول نشوف شنو اشياء تتميز بها ونحاول نجيبها ويانا للبيت، وهذه يعني هدية تكون مناسبة وجدا رائعة. وبالتالي مثل ما ذكرنا أيضا عندما يجي أي سائح إلى العراق أيضا يحب أنه هو يقتني بعض الأشياء المهمة اللي يتميز بها. ومن الأمور الإيجابية أيضا، من الأمور اللي كان يتميز بها العراق هو صناعة الزوارق، هذه الحرفة اللي جدا رائعة واللي كانت هي مميزة بالجنوب وكانوا يتميزون بها، لكن الآن بدأت نوعا ما تختفي، وجد منها القلة القليل اللي بعدهم موجودين انه هذه الاشياء يفضلوها من الناس او اصحاب الحرف، ونوعا ما بدات ايضا حالها حال غيرها انه تنترد بسبب الاشياء الموجوده. احنا مو ضد التطور وضد الحداثه، لكن ممكن مع التطور نحافظ على ارثنا وتاريخنا، مع التطور نقدر نشرك يعني نشترك الاثنين معا، الحداثه والتطور مع الاشياء القديمه، ويكون هناك ميكس رائع، وبالتالي انه احنا راح نحافظ على الهويتين ونحافظ على الاشياء الثانيه. انا حالي حال اي شخص واي شخص من هذا الجيل الحالي، انه ما كنت اعرف انه اكو اشياء نتميز بيها واشياء يعني كنا معروفين بيها، واي شخص من يجي يريد يحتفظ باشياء معينه كتحف وغيرها. لكن اثناء اعدادي للحلقه عرفت وتعرفت على مهن وحرف يدوية جدا رائعة، وأشياء جدا يعني كانت يعني ما مسموعة وما معروفة. بالتالي احنا محتاجين انه نعرف جيلنا الحالي بأشياء اللي يتميز بها العراق. بالتالي جدا رائع انه احنا عندما يكون هناك مثلا ابسط شيء معرض بغداد الدولي، واي معرض واي مناسبة، انه الجهات الرسمية تحاول تشرك اصحاب المهن هذه الحرف اليدوية وهذه صناعة الفخار وغيرها من الأمور، والمنحوتات والنقش والتطريز والرسومات وغيرها من الأمور، نحاول نشركها بهيجي مهرجانات كبيرة. بالتالي دول الخارج اللي يجون إلى العراق واللي يكونون موجودين يتعرفون على هذه الأشياء
بالتالي جيلنا الحالي وكل المواطنين عندما يجون إلى المعرض أو أي مناسبة كانت ويكون لها مثل هكذا يعني إعلام وهكذا اهتمام من قبل الجمهور من قبل الدول، أنه نحاول نجيب أصحاب هذه الحرف وهذه الصناعات الشعبية أن يكونون متواجدين حتى يتعرفون على هذه الأمور اللي يتميز بها العراق. هاي نقطة جدا مهمة، ونتمنى أن توصل رسالتنا حتى نقدر محافظين على هويتنا. إذا جينا قارنا هذا الموضوع مع بقية دول العالم، إحنا عندما نسافر أي دولة نحاول نفهم ثقافة هذه الدولة أو نريد نتعرف عليها، لابد أنه نتعرف على فنونها، على تراثها، على أشيائها وحرفها اللي تتميز بها، نتعرف عليها. عندما نروح لأي دولة لابد أنه إحنا نزور أسواقها التراثية والأسواق الشعبية والأسواق اللي تحتوي على الحرف اليدوية والصناعات الشعبية، لابد منها أنه إحنا نشوف ونتعرف عليها وشنو الأشياء كانوا يتميزون بها. بالتالي كل دولة تتميز بحرفة معينة وتتميز بأشياء يعني معروفة عنها. مثلا بالمغرب تتميز بالفخار والخزف، تتميز مثلا سلطنة عمان بصناعة الفضيات، مثلا مصر وبلاد الشام تتميز بالمنحوتات الخشبية والنحاسية والزجاج وغيرها من الأمور، وهي جدا معروفة، لابد أن أنت تروح وتشوف هذه الأمور وهذه المنحوتات الخشبية والنحاسية في زيارتك لمصر أو بلاد الشام. أيضا عندما تزور دول الخليج يتميزون بالمنسوجات وغيرها من الأمور. يعني كل دولة عندها طابع معين، عندها إرث معين، عندها مهنة معينة تتميز بها، ولابد أنه أنت تقتني بعض الأشياء عندما تزور هذه البلد حتى أنه تعرف أو أنت معروف أنه رحت كذا دولة من هذه الحاجة اللي أنت جبتها من الدولة اللي رحت لها. إلا بالعراق أنه إحنا نشوف ماكو أسواق، هذا الشيء اللي نفتقده، أنه نريد أسواق، سوق يكون خاص أو بازار يكون خاص بهذه الحرف اللي نتميز بها واللي ذكرناها في بداية حلقتنا. الأشياء القائمة تطول من الأشياء اللي نتميز بها، محتاجين نوفرها. يعني مثلا إحنا من نروح الأربيل، أربيل موجود بها سوق شعبي بهذه الأشياء التراثية اللي تتميز بها أربيل، وإحنا من الناس موجودين بالعراق عندما نزور أربيل أيضا هم نقتني بعض الأشياء، وأي شخص والسياح أيضا من يجون إلى العراق أو إلى أربيل أيضا يحاولون يشترون هذه الأشياء. هذه الأمور جدا مهمة ولابد أنه إحنا نفعلها، فعلى الجهات الرسمية الجهات المسؤولة أنه توفر سوق يجمع كل هذه الأمور وهذه الحرف وهذه المهن، ونقدر أنه إحنا نساعد أصحاب المهن اللي هي اللي تركوها واللي حقيقة اللي البعض نساها أصلاً، يقول لك أنا ما بالحاجة على التطور والحداثة والتكنولوجيا والأمور الموجودة، من بقى يفضل أنه يعني الرسومات أو النقش، من بقى يفضل أنه الحياكة، من بقى يفضل أنه الرسم على الملابس، أنه أنت يعني بالحياكة والسنارة وغيرها من الأمور بس موجودة للأسف، هي هذا يكون أكثر إلى رونقة. لكن هسه الآن موجودة مثل ما ذكرنا المكان يطبع لك الرسمة أو الصورة وخلص انتهى الموضوع، من يقول لك بقى يفضل؟ لكن أكو أشخاص لهم اهتمام بهذا الجانب والكثير والكثير يفضله، فلابد أنه إحنا رسالتنا إن شاء الله توصل أن يكون هناك سوق بكل محافظة تجمع هذه أصحاب المهن والحرف، مو فقط يعتمدون على منظمات أو فرق تطوعية أنهم يعني يجيبون أشخاص معينين إلا إلى انتماء أو عند يعني مشاركات يلا يقدر أنه هو أو مع هذه المنظمة نسجل حتى هو يقدر يشارك بمهرجان أو احتفالية أو أي شيء كان. فمحتاجين أنه هذا السوق يكون شعبي متوفر بهذه الاحتياجات وخاص، أنه يكون هو خاص بهذه المهن الشعبية والحرف. فالسؤال هنا، لو توفر هذا السوق شنو ممكن يضيف للعراق اقتصاديا؟ لأن هذا الموضوع جدا مهم، لأن هو الاهتمام بهذا الأرض واهتمام بهذه المهن هو دليل يعني مادي ملموس، وهو يعبر عن أصالة هذا البلد وعن عمق جذوره الحضارية. بالتالي لابد من أنه إلى دور معين ويفيد البلد. فالسؤال أنه لو توفر هذا السوق شنو ممكن يضيف للعراق اقتصاديا؟ شو الجواب؟ إحنا وياكم وراجعين. موضوع الصناعات الشعبية حقيقة موضوع جدا مهم، بغض النظر عن الجانب الاقتصادي اللي فيه، وهذا جانب مهم انت طبعا
لكنه احنا نتحدث الآن عن جانب آخر، وهو الجانب التراثي. الصناعات الشعبية تعبر عن فترة زمنية عميقة في بالقدم، لأنه تعرفون حضارة العراق حضارة ممتدة لأكثر من 7000 سنة. هذه الحضارة أثرت بشكل أو بآخر على عقلية الإنسان العراقي، وجعلته يبدع في هذا المجال، خاصة ما يتعلق مثلا بالأمور التراثية. والعراق مساحته واسعة، يعني من نشوف مثلا من شمال العراق إلى جنوبه هناك تعدد بالصناعات الشعبية. الصناعات الموجودة مثلا في محافظة نينوى قد لا تجدينها أو قد لا تجدونها في محافظات الفرات الأوسط، وبالعكس التراث الشعبي، الصناعات الشعبية المتوارثة في جنوب العراق قد لا نجدها في المناطق الغربية وغيرها. فكل محافظة، أنا وين أدرس، كل محافظة إلها تراث خاص بها. النانا يبقى دور من؟ دور هل هو دور منظمات المجتمع المدني، أم هو دور السلطة التنفيذية؟ ومن هو يمثل السلطة التنفيذية؟ طبعا نحن نعتب في هذا الجانب، نعتب على وزارة الثقافة والسياحة والآثار، لأنه لا يبدو أنها تولي اهتمام لهذا الموضوع. صحيح هناك معهد للحرف والصناعات الشعبية تابع إلى وزارة الثقافة، لكن هذا ما يعني أنه احنا نسكت على هذا الموضوع. هناك حرف وصناعات أخذت تندثر حقيقة، وهذا يعني شيء معيب علينا كعراقيين، أنه هذا التراث الشعبي يندثر. وإذا نظرنا إلى العالم نجد أن العالم، دول العالم تقيم مهرجانات واحتفالات ومؤتمرات للترويج لهذا التراث وللصناعات الشعبية. من ثم من الممكن أن تكون إيرادات إضافية. هنا إذا تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي في هذه الحالة طبعا يبقى حاضر وحضوره قوي. ليش؟ لأنه الصناعات الشعبية مو أي شخص يجي يشتغل بيها، هناك حرفنة بالموضوع، هناك يعني شلون نقول عليه، هناك تجانس، يعني يعشق هذه المهنة وهذه الحرفة حتى يبدع بيها. بالتالي نجد أن من الضروري أن تقوم الجهة القطاعية، وهنا نتحدث عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار تحديدا، للعمل على تطوير هذه الصناعات وأيضا الترويج إليها مو فقط داخل العراق لكن حتى خارج العراق. وإحنا نلاحظ الآن مثلا بعد أنه بدأ السواح يدخلون إلى العراق، حقيقة السواح الأجانب أخذوا يرتادون المناطق الشعبية وشراء هذه السلع. إذا أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز بعض النقاط المهمة التي وصلناها بنهاية الحلقة. أولا، لابد من تكثيف الجهود للفت الانتباه المحلي والإقليمي والدولي للصناعات اليدوية كإشعاع حضارة إنساني. وثانيا، لابد من توفير الدعم الكامل لأصحاب الحرف والمهن، واعتبارهم هم عنصر أساسي في بقاء التراث والحفاظ على استمراريته. إذا بهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.